ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة هيلب مي تو وين، وخطوة بخطوة ومنصة اليوني. طبعا المنصة سحبنا منها قبل كده وعندكم اثباتات سبتها قبل كده في القناة، وهسيب لكم اللينكات الاثباتات السحب من هذه المنصة في صندوق الوصف. سحبت قبل كده كانت في البداية، طبعا انا كنت ساحب من هذه المنصة حوالي 50 روبل في البداية، وبعد كده الفلوس وصلت لي، وبعد كده سحبت حوالي 74.5 روبل والفلوس وصلت، وحاليا انا معايا حوالي 130 روبل ولكن لسه ما سحبتش، وده هيكون السحب الثالث. ولكن خلينا نعمل جميع المهام او اغلب المهام الموجودة في هذه المنصة بحيث ان الكل يشتغل والكل يستفيد، وان شاء الله هنعمل فيديو بعد كده بسحب من هذه المنصة حتى نصل مثلا الى 300 روبل ولا حاجة، وهيكون ان شاء الله في اثبات كمان للسحب لهذه المنصة. عايزكم تجهزوا وتجهز القلم والاجندة وتتبع الخطوات اللي انا هقولها في الفيديو. طبعا لو انت ما عندكش وقت او مستعجل ممكن تعمل داونلود للفيديو وتسمعه في اي وقت زي ما انت عايز، اهم حاجة انك تستفيد. طبعا عشان ما نطولش عليكم فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفاصل. طيب هنيجي نشوف المومات كده موجودة. طبعا فينا داونلود للابليكيشن اي او اس بالاندرويد بالتليفون، هتحمل التطبيق هتاخد حوالي 19.8 روبل، ولكن خلينا في الحاجة اللي نظمها على الجهاز. سيبك من تحميل التطبيقات، اول حاجة هتلاقي في ريجستريشن ان تليجرام بوت، تسجيل في تليجرام بوت. طبعا هتلاقي علامة زائد موجودة، اضغط على علامة الزائد الموجودة وادخل على اللينك على طول، افتح اللينك في صفحة تانية جديدة بالشكل ده كده. طبعا نستنى شويه وبعد كده سند مسج او اوبن تليجرام ديسكتوب، بعد كده هبتدي يفتح لي التليجرام، وبعد كده هبتدي اضغط على كلمه الستارت. تمام يبقى احنا كده تمام. طب وعايز من ايه في المهمه؟ كليك ذا كومبليت كابتشا سبسكرايب شانل ريجستريشن اون ذا سايت اونلي سبسكرايب اند ريجستر كليك. تمام طبعا بالنسبه لنا احنا كده سبسكرايب وكليك كده تمام. طبعا انا بقول لك انت طبعا بيخلينا في اللغه الانجليزيه، فهنا بيقول لك لانجوج سكسس في انستولد. 9 زائد 4 كام؟ حوالي 13. طبعا هنضغط على كلمه سبسكرايب وبعد كده جوين تشانل. تمام يبقى قال لك يو جوينت ذيس تشانل، هبتدي اخد بعد كده سكرين شوت لهذه العمليه اللي احنا عملناها. طبعا خدنا سكرين شوت خلاص كده واستخدمنا الاستاجكت في عمل السكرين شوت، وبنيجي هنا على طبعا حسابنا على طبعا هنيجي على الحساب بتاعنا، ومن السيتنج هبتدي اخد الاسم بتاعنا كوبي نيم، وبعد ما عملت الكوبي نيم بتجه طبعا الى الاثبات الموجود واقول له اتفضل ادي الاسم بتاعي تمام على حساب التليجرام، وبعد كده من الشوز فايل ابتدي اخد السكرين شوت اللي احنا خدناها. طبعا انا مسميها وان تاسك، هنا موجوده هي وان تاسك سكرين شوت اللي احنا سجلنا طبعا في الحساب اللي هو التليجرام. كده بتكون الدنيا تمام، يبقى ادي سكرين شوت وادي اسم الحساب، وبعد كده اضغط على تنفيذ المهمه اللي هي الكلمه دي، ويبقى كده مبروك عليك تنفيذ المهمة. بكده عملنا المهمة بنجاح وقيمتها 3 روبل و6 من 10، وده حاجة بتكون مميزة جدا. تعالوا نشوف مهمة تانية. طبعا احنا كده خدنا مهمة التليجرام، ما تيجي مع بعض كده ناخد مهمة الفيزنج سايت اللي مهمة السيو اللي قدامنا دي. اضغط على البلس اللي هي زائد زي ما اتعلمنا، وقال لك هتفتح متصفح اسمه ياندكس. طبعا هيجي هنا ونعلم على كلمة ياندكس وكليك يمين واقول له يا سيدي سيرش في على جوجل على ياندكس. تمام ده اللي انت هتعمله، بحثنا على ياندكس بمنتهى السهوله والبساطه، وانت هنا هتخلي اللغه موسكو. تمام لو انت بلد تانيه بخلاف موسكو لا اعملها موسكو، لازم تكون المهمه بتاعتك على موسكو. جميل ده اول حاجه انت هتعملها. طيب كلمه البحث هنا is should be written in search، كلمه البحث انت تكتبها اللي هي موبايل تاير فايتنج، وموقع اسمه شاينا 24، ولكن احنا لازم تبحث باللغه الروسيه، وهتيجي هنا هتقول ترانسليت ان انجلش وبعد كده اللغه الروسيه. تمام وانت كده كده هتبحث عن هذه الكلمه اللي هو عملها لك دي.
كليك يمين كوبي عن هذه الكلمة، وبعد كده تعالوا نبحث على ياندكس ونعمل السيرش كده مع بعض. طبعا بدأ يفتح الموقع اللي هو ده، اللي هو ويت 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 ده ايه، نطلع كده من ده. بدأ ان هو يفتح لي اللي هو شاينا الـ24 اللي هو هنبص بعد كده اهي، هو ده شاينا الـ24، احنا كده اتأكدنا من الامتداد. طيب بعد كده تعالوا نقول نفتح الصفحة بتاعتنا الأساسية بتاع الخاصة بالإثبات طبعا، ونعمل كليك يمين يا سيدي، وهترجم للغة الإنجليزية عشان نبقى فاهمين الكتابة، وهنا كمان هترجم الصفحة إلى اللغة الإنجليزية Translate in English تمام، ونشوف هو عايز إيه. بعد كده بروفايد سكرين شوت ذا سيرش لاين ان ذا ترانسكريبشن تو ذا كول انتر ذا فون نمبر انديكيت اون ذا سايت. جميل قوي، فروم ذا سيرش لاين، يبقى عايز سكرين شوت للسيرش لاين للبحث اللي انت عملته على ياندكس تمام. هنعمل سكرين شوت لهذه الصفحة، طبعا هنعمل سكرين شوت بالسناجت، وطبعا هسيب لك لينك السناجت في صندوق الوصف الناس بتحب تستخدم السناجت. عايز سكرين شوت خاص بالجهاز زي ما انت عايز. انا كده عملنا سكرين شوت، دخلنا على السايت اللي هو الموقع بعد كده تمام، ونشوفه عايز مني ايه تاني. لو جينا تاني هنا فقال لك فاين اذا كان ديسبشن ان شاينا ستي اون ذا سايت مينيت، هتقعد دقيقه في الموقع ده او دقيقتين، كليك كول اور تو واتساب تمام. طيب السكرين شوت اللي بروفايد ذا سيرش فروم ذا سيرش لاين تو ذا ترانسيشن تو كول انتر ذا فون، انتر ذا فون نمبر. خلي بالك تاني عايز سكرين فروم ذا سيرش لاين تو ذا ترانسيشن تو كول انتر ذا لاين، طبعا هو عايز يبحث تمام عن اللاين عن الكول. نستنى شويه كده، وطبعا ان ممكن نضغط على الكول من خلال الواتساب، ولو نزلنا لأسفل المنصة هل في كول موجود في أسفل المنصة ولا لأ؟ كلمة الكول اللي هي موجودة في أسفل المنصة، فابتدي آخد منها سكرين شوت كمان لكلمة الكول اهي الموجودة في أسفل المنصة تمام. يبقى احنا كده اخدنا السكرين شوت الثاني. طبعا هناخد السكرين شوت الاولاني كمان اللي هو ده اللي هو الخاص بنتيجه البحث، ونحطهم الاثنين مع بعض. ايه المشكله في كده؟ ولكن هو طالب مني الثاني فقط، لو انت شغال وما عندكش سناجت استخدم بس الثاني، ولكن انا هدمج الاثنين مع بعض، وده كزياده تاكيد للمهمه او كتنفيذ للمهمه. بعد كده بندمجه مع بعض بالسناجت زي ما انتم شايفين كده مع بعض، وبعد كده نقول له سيف، وهنسميها 03 على سبيل المثال، سميها اي حاجه زي ما انت عايز تسميها، انا بسميها 03 مفيش ادنى مشكله. نيجي بعد كده لصفحتنا الاساسيه اللي من كلمه الورك، واحنا كده عملنا الاثبات بتاعنا اللي هو ده البحث عن رقم الهاتف الموجود في المنصه. طبعا احنا سمينا المنصه باسم ايه، او طبعا السكرين شوت بتاعتنا اللي هو الاتنين دول مع بعض اللي هو 03. يبقى احنا كده عملنا سكرين شوت للمهمه. فهنا طبعا ان بروفايد فروم ذا سيرش ده تاني البحث اهو ذا ترانسليشن تو كول انتر ذا فون نمبر انديكيت ان ذا سايت تمام. يبقى احنا كده ده طبعا رقم الهاتف الموجود في هذه المنصه. لو عملنا كليك يمين وقلنا كوبي كمان كذلك التاكيد للمهمه، وقلنا له ادي يا سيدي الكول طبعا رقم الهاتف اهو، وبعد كده ابتدي اقول له سند بعد كده، يبقى انا كده انهينا المهمه، وكده حصلنا طبعا معانا 96% من قيمه هوبل. تعالوا مع بعض بعد كده ناخد مهمة تانية بتكون جديدة. خلينا ناخد المهمة اللي احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده، وهي مهمة واتش فيديو كي. واتش فيديو كي اضغط على البلاس زي ما اتعلمنا، وبعت لك اللينك على الفي كي، هنفتح اللينك كده مع بعض مش مشكلة. بيقول لك واتش فيديو اب تو 1 مينيت، فوق الدقيقة الواحدة. بيقول لك يا سيدي عايز مني ايه، بروفايد ذا نيم اوف ذا تشانل اوف ذا فيديو، اسم القناة، ذا توبيك اوف ذا فيديو، واسم الفيديو كمان، اند ذا نيم اوف ذا فيديو اوثر. طبعا دي حاجه مميزه جدا، انا عايز اسم القناه واسم الفيديو تمام. وهتشوف الفيديو ده لمده دقيقه واحده، نضغط على كلمه بيرفورم تاسك مفيش ادنى مشكله،
وتعالوا نشوف الفيديو كده مع بعض. صفحة بتحمل معانا، والمنصة دي على الفي كي، ولكن الفيديو اهو. نضغط على الصفحة التانية الخاصة بالفيديو، مش عايزين نستعجل. تمام. طبعا هناخد اسم الفيديو اللي هو ده، واسم القناة اللي هي دي، هناخد ده كوبي وده كوبي، وبعد كده نتجه الى الموقع او المنصة. ادي اسم طبعا الفيديو، وادي اسم القناة، يبقى كده الدنيا بتكون تمام. ده ابتدي اعمل كلمة السند، انه مش عايز مني حاجة تانية بخلاف كده. تمام، يبقى كده المهمة بتكون اتقبلت مني كده، مفيش ادنى مشاكل. وقيمه هذه المهمه ب 21، يعني انت بتفتح اللينك الخاص بالقناه، بتحط له اسم الفيديو واسم صاحب القناه واسم الفيديو الثاني اللي طلب منك التوبيك زي ما طلب منك كده، اللي هو العنوان، مفيش ادنى مشكله. وبعد كده ان شاء الله بيتم اعتماد هذه المهمات. طبعا احنا كنا عملنا 3 مهمات بتكون مختلفه، تعالوا نشوف مهمه كمان، ولكن فاصل بسيط ونواصل. طبعا هنيجي بعد كده لمهمه كمان مهمه جدا جدا جدا، وهي الاكتيفيتي ان افيتو. ايه يا سيدي الاكتيفيتي ان افيتو؟ محدش يتكلم عنها قبل كده. اقول لك محدش يتكلم عنها قبل كده. فطبعا المهم بيقول لك اذهب الى الافيتو ويب سايت، والسيت بتاعتك هي اسمها فولوجارت. تمام. طب نيجي نبحث كده على الافيتو، كليك يمين ونقول له طبعا سيرش ان افيتو على جوجل. اداك اول نتيجه، خلاص كده الدنيا بتكون منتهيه، وابحث عن الكلمه دي. وبالتالي تعالي زي ما اتعلمنا كده مع بعض، وتعالوا مع بعض كده نبحث باللغه الروسيه، ترانسليت ان انجلش، ونعمل اللغه الروسيه، ونبحث عن الكلمه اللي هو اداها لنا، اللي هي الكلمه فين فين، اللي هي دي كلمه البحث اهي، اللي حاططها لي ما بين اقواس. وبعد كده بيقول لك يا سيدي ادي اللينك اللي انت تبحث عنه، بس خلينا الاول نقوم بعمليه البحث هنا. كليك يمين واقول له بيست، واقول له ابحث. هتلاقي ناس كتير جدا عاملين اعلانات على هذه المنصه، وهي منصه افيتو. طبعا للادس للاعلانات بالشكل ده. طب انا ضغطت بعد كده، اداك اللينك ده وقال لك هو ده اللينك اللي انت هتبحث عنه. بعد كده انا بحثت هنا بمنتهى السهوله والبساطه، هو الاخ ده، وهتلاحظوا المكتوب 199 وقبلها او تي، وده لابس الشكل ده كده، ومكتوب العلامه بي بي اي اي 3 اي. نبحث عن الاخ ده كده ونشوف هو فين في دول. بعد كده سكول الاسفل كده، واحنا بنبحث بنبحث ابحث، لقيناه اهو الاو تي 199 بي، وهو نفس الشخص اللي معانا. خلاص احنا كده وصلنا الى النتيجه. هبتدي نفتح الصفحه بتاعت الاعلان الخاصه بيه. يبقى اول حاجه انت هتضغط على التليفون بتاعه اللي هو ده. ده اول حاجه هتعملها. ضغطنا على التليفون، هيبتدي ان هو فتح لي الصفحه دي اللي هو رقم التليفون الخاص بيه. طبعا ناخد سكرين شوت لهذه الصفحه بالسناجت. بعد كده ناخد سكرين شوت لرقم الهاتف ده كمان. ده سكرين شوت التاني للصفحه اللي احنا خدناها. بعد كده طبعا هنقوم ضاغطين على كلمه اد تو فيفورت حسب الطلب بتاعهم، هنضيفه الى الفيفورت الخاصه بينا. بعد كده ضغطنا على اد تو فيفورت وخدنا سكرين شوت من الاضافه الى الفيفورت. ده الحاجات اللي هو عايزها مني. شو ماب. طبعا بعد كده بيقول لك اضغط على الماب، فانا هاجي هنا واقول له شو ماب، ابص على الماب كده. ادي الماب يا سيدي، وادي اللوكيشن بتاع الاخ ده. تمام، هنظبطها كده، وهناخد سكرين شوت للماب. يبقى هو ده المطلوب، يبقى ده المطلوب الاولاني اللي هو رقم الهاتف. وبعد كده بالسناجت هقوم مظبطها بالشكل ده كده. ادي المطلوب سكرين شوت التاني، وبعد كده هحط له سكرين شوت التالت، وبعد كده هبتدي اضيف له السكرين شوت الخاص بالماب، حطهم مع بعض كده، ونقول 1 2 3 4 مش مشكلة بالشكل ده كده. يبقى احنا كده عملنا الاول، وانا هسميها اول او هنسميها افيتو، مش ادنى مشكلة، هنسميها افيتو واقول له الديسك توب. خلاص يبقى كده خدنا سكرين شوت اللي هو عايزه كله. وبناتي بعد كده الى المنصة وبالفورم تاسكس، وبعد كده هبتدي اعمل هنا كاتب ايه. وصل للليمت،
قال لك ذا تاسك هاز ريتش اس ليميت، يعني المهمه بتكون انتهت. طبعا مفيش هنا هولد للمهمه، مفيش هولد للمهمه، وبالتالي يعني مفيش ادنى مشكله. احنا كده فهمنا المهمه اتعملت ازاي وازاي بنعمل الاكتيفيتي لهذه المهمه. طبعا اعتقد كده وضحت لكم كل شيء، ودي اغلب المهمات الموجوده اللي احنا عملناها دول مع بعض، سواء الاكتيفيتي نافيتو، هتلاقي واحده كمان فوق اهي، وهتلاقي واحده قبلها كمان فوق اهي. طبعا مهمه منتشره بشكل كبير جدا، والتليجرام منتشر جدا، والفيزيت بالنسبه للسايت، ومشاهده الفيديوهات. دي اغلب المهمات، يمكن المهمات دي تمثل حوالي من 80 الى 90% من المهمات الموجوده على منصه اليوني. اتمنى اكون وضحت لكم كل شيء طبعا، وبالتوفيق طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.